الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. دسم إيلو مجتبى بيعيد شرح المنهاج المحلي فصل مرف تيكير داري بفرو الشهر كين يتي فروتاني فرما تيكي كوايا كوا فروتانا وحالي وشيء اجمال بحث. يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحي اشتكوا صلاحيته ويظهر بو تنك مدبخو ناجي كارا فايدة لنمش ببا يعني مال ناضي جا عردي ويقا في مرس أمان. وسيأتي تفسير بدو صلاحية لا يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا أي من غير شرط بشرط قطعي وقلعي وبقاء. أول شرطات قسمش نكيزي شرط سدولارا قريب وبشرط قطعي أدفروش متات لسانا يخد فيكي خد يخد جيكي وبشرط إبقائه إذا أدفروش متات أو إذا أشتد كرم أما بشرط كي فيكي متات دامت داري دامت يحتاج. روى الشيخان مسلم بخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واللفظ للبخاري لفظ في بخاري النقل البخاري رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قلت لا تبايع الثمر حتى يبدو صلاحها تكي نفرش حتى صلاحيته وي يقارن را منفعته را فائده را حتى ظهر نبى نفر. وفي لفظين لمسلم نقول لا تبايعوا لا تبقاعوا يعني نكرن ونفرش أمكرين أمكرطان هذا يجب التنكر حتى يبدو لا تبتاعوا. وفي رواية الله وديسة المسلم را قلت سلاحه وفي أخرى له ديسة المسلم را تبيعوا وسلاحه بفرش وصلاحة وثمرة يعني أو ثمرة زي فائدة ببع نفوس فائدة نبع نفوس يعني دبتش أي فيجوز بعد بدويه بشتكو صلاحيته ويظهر ببع نفوس. وما أبدو صلاحي صادق بكل من الأحوال الثلاثة بهذه أحوال يعني بدو صلاحي سيح علي كم سيدا بدو ذب أك ذب ذمر تفروش تفروت بدو صلاح علي بدو سيح علي كم مرة شو قلت البيشية ده على وجهي والله بعس كربو أنا أو ثلاثة شو بكلام ساني لا دراسة ده سيدا من كل من الأحوال الثلاثة قطع إبقاء بدوننا دي كلام دي بحث أوي دا نربع صلى الله تخمينا من داريك تفروشي فروتانا داريك بشي بدوها صلاة عيدة نفرك يا ريبين يا سيدا باي كتاب دسم ده با شجرة دخل عروقها وورقها وظن كي ويصعب بيعها بشرط القطع والقطع بشرط الإبقاء ولو كانت أرنا وثمرة النخل المبيعي اطلعوا إن شريطت للبائع والمشتري عمل به وإلا أي فإن لم يتعطر من شيء فللبائع صاغاني صاغاني إيه والله سيدة بس أمان ده أوه يعني ويسر بيعها بشرط القلع أو القطع والإطلاق أو القلع والإطلاق ويقتضي الإبقاء إيه مش قد شيء
ما هو باع شجرة دخل عروقها وورقها وأغصانها. في كي دي أشتر في كي قرار في كي شو وجه؟ يعني شجرة البيع أو أحوال السناسية بلي درباز وبن أهيت بلي درباز وبن الله بخير كلام سامانی در بیت الراسیه کلام سامانی دا سامانی در باس بیتی بیرا ابیا ند شرحی دا دمتنی دا یا یعنی دمتنی دا نی ند شرحی دا از شرحی دا سامانی شرحی دا تیدا آقای تیدا منالا سامانی هبونه وإلى بقية السمرة فإن شئت القتل لدينا وإلى فقطت الصادق بها لازم وإذا جاء وقت الجداد لن من أخذ الثماثرة ولا من تأخير إلى نهاية النظر ولو كان من نوعه يحتاج قبله قبل الماضي كل فلقته ولكل من نظام الإبقاء أو السقي بعد السقي ولا هي نباشي لبنى تمام باشي لبنى تمام تمام إن شاء الله تمام تمام في الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وما بيع السماري مطلق خاضرية بعض بدو السلاح من عينيك إلى قبل السلاح وفي الإطلاق ناصر مطلق ويشان نبيشان الأحوال الثلاثة أزولم وفي ما قلت شيء ويسع بيعها بشرط القلع أو القطع والإطلاق يقتضي الإبقاء أو بعد سويتك والإطلاق وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء ها؟ النوع في الإطلاق بسرق واسد معنا بدين لا في السرق وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد بالعرف أجدكم مطلق بيبوت من هذا بشرط بدوا صلاحي يا مطلق بيبوت إن أمجد كن جيناك بعشنا هيك ويا هو شرط إبقاء فن ما تمام أشد كل مواتي كي ما يتعير هذا مين أجدكم مطلقة ويا شرط إبقاء هذا يبقى في كل من إلى أوان الجداد حتى زمان بريمي للعرفي وعادة عادة أهل يعني حتى وقت برينتي مالجيكرينتي بها وقبل السلاح إن بدي بيعا منفردا عن الشجر لا يجب البيع دبريكو الصلاحية تيكي جمان في عترة بري تشيبونا وجمان في عترة قبل تكبي فلوطان بيت دارا يعني لا يجب البيع بيع ندرسة للحديث المذكور تبو حديثكم مجو في غنبري ما عليه الصلاة والسلام وكا لا تبايعوا لا تبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها تمام بلي يدبي وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز البيع للحديث المذكور إلا بالشرط القطعي شرط قطعي هذا درسته فيجوز يجمع عن شرط قطعي وأن يكون المقطوع منتفعا به شرط كبجاف مقطوع ابتج كنا جل من ساعات شدة ذهب كحصل منه كجور دبت شد بس كا دورية دبت سكا بس خد شكل دبت يتري بل حصل من يتري حصل ما بقى بس يتري يتري جورا بس سكا لا كاكو مثلا نوكي بيوكا غيب تشينا بوزن نادا تشكي دبي كمسرا بفتح اثنين كمسرا ميم المشهد كمسرا وبساعد مثلثة الواحدة مترديوي كمسرات ذكره الجواري في باب الرأي مسرا دار الصغاني كمثرية وكمثريات وكمثرية بكثرة سيدا
أبا أبعتني وكميم وكميم سرية وكميم سرية ودها ميم دها ميم وكميم سرية من نغلته سيدة دارسهم كما سرية كما سرية كمي ما سرية كمي ما سرية بكسر الراي فيها وذكر هذا الشرط وذكر هذا الشرط المعلومة من شروط المبيع للتنبيه عليه ومش غيره وذكر هذا الشرط المعلومة كالشرط تعطي الظنيني من شروط المبيع الشرط المبيع للتنبيه عليه وتنبيه على سلبي الشرط يعني كل فإذا تتنا بقال أنه يفرق يعني شكو بتالي بيشي لجد بعصة بيعادة جيبو شكو منفعات تتنا بفرق دانا وينا جاي سيدة أو دنسخة مدى مين تنبيك ها دنسخة دنيا دا يعني بزن دنسخة أنا بابا ده فاية دنسخة أو مين يكا أو شما دي دور دي بيسان دنا مجي فين يكا ولا أمدى دنسخة وكمي مصرياتي كمي سرية كمي سرية تصغير أوي يعني قد يعني أمد مي سرية تلبي جو نقي أو مي مكر بلزيدة بلزيدة أو يك مي مكر بلي سيدة عفوا سيدة يا ونصلك الدس سيمدا أما دلي كمي سرية بكسر الميمي بكسر الميمين أخي ولا الفيديو يك مي مي سرية شما دني من؟ شما بكسر الميمين و باش خاش يبكي دي ناين ها؟ أنا مقول دي نسخة أوقا مني؟ دي نسخة أنا البامة ولا أمد بي بكسر رأي فيها مثل دقيقة أي بكسر رأي فيها دني انتن البامة يعني تشكيم فعاني قلت كما سرية كما ثرية كما كما مي سرية كمي سرية ياسد بهذا التصغير وين؟ كمي سرية ولا يوم صدق صدق بيسان يعني كفاش كده يبقى صوانيش كده نقل كده عبارة أنا كمي مثرية يقول الله كمي سرية أهلا دقيقة بس وين نسخة من راسته بني ذكر السخاني كمسريتون وكمسرياتون ذكرنا زاد الزخاني سيدي زاد الزخاني كمسريتون وكمسرياتون وكمي سريتون بكسر الراي فيها كمي ميمكي نا نا ميمكي ميمكي تنا ميمكي تنية باتش ميمك انا ميمكي ميمكي تمام بلا ميمكي دفع بلا ميمكي خاطري وراجل ايه تمام سيدي تمام قبوله هذا ودبي وذكر هذا الشرط الشرط وان يكون المقطوع منتفعا به بشرط المقطوع منتفع به ب يعني قال التنبيه عليه والتنبيه ارشد بشرطي صنف كبير وقيل ان كان الشجر للمشتري تو دار مشتري به كان اشتراه اولا لك عوري داري كريا بعد الظهور الثمري فيكي دركتية دعولي داري كرية جاد بيع السمري له رسك مر في كيج بفروش المشتري اكخدي دارية بلا شرطين بشرط قطعي ويا فلاني كما لأنهما سمر والدار يجتمعان في ملكي هل يد ملكي دا طبنا فيشبه ما له اشتراهما معه بنزلي وكي بهدي بحضر وقتا بهدي بحضر بكرة تكاري بيجي إلى كنت أدم كما قال الرافعي في الشرحي فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع دار مشترية ومجد وقالت إلى جيكي كما هو الأصعجي أصعجي وقرم لم يجب الوفاء به والله أعلم يعني كنت الدار عن مشترية ومجي بيجينا مفروش انت بشرط التجيكي جيكرن سر مشتري نسا ثم
لا معنى لتكليتي قطع سمري من شجري داروي تكيوي أما بوشني قالت جيكي معناه كي كزولا مشكناوي شكرنا سمري ويش داروي معناه كي عفوا سيدا يعني جاركي داري كريا فيكي ابي باي مايا اجاد باي دادني دچار فيكي جيت كرا فيكي لديكي اما شرطك تجيكي دوي اما ابو نوي دبي كلام يجي بالوفاء يعني امام شرطي خود بوشمشي بك نواز بكم ملك هراجيك تري نواز تامي تامي شنكي دارو فيكي تبيا ايوي أبي أبي والله أعلم إذنك وفي الروضة روضة أبن أويدا لو قطع شجرة عليها ثمرة داركي جيكر سربي داري ثكية ثم دبي جيكرنا الداري دا باع الثمرة ثكي داري فروت ويا ثكي جي على يرشد ضريبه جاد من غير الشرط القطعي بشرط قطعي درست كما لأن الثمرة لا تبقى عليها ثمرة شد ضرب راندي نامينة فيصير كشرط القطعي بدلك انت شرط التجارة وانت جابني بس هيكي دمة ضرب بريه قاعد شيء ورش دار دار بريه عندي يا بتشوانة برا ها مكو داري بريه عندي فيكي نبرج اوي 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 عطاي مالي تبيكي عدم وإن بيع الثمر مع الشجر بثمن واحد بداري تبي فيكي ويأثروش مصدقه جاذا بلا شرط بشرط درسته يعني شرط بقاء قطعي نبي شجر دبن ولا يجوز بشرط قطعه أدفروش الداري وتذي ثيكيوي أما قالت ثيكي جي ويا وين أدرشت كما لما في من الحجر عليه في ملكه لما يكون تذيه وإذا داري تي ثيكي بفرشي وفيش قالت ثيكي وجيكي المنعيتي شيدكي تمريك تسنريك تحت ملكيته ويمريك تا يعني شنكي تداري جي فروتير شما جراد بيجي تجيكي يعني معنى ايش هي؟ الملكة لا يعني تشكي بفضولية تعنا برضاين مانا تشكي وقتا كنت لا غيري مشوش عجيب خضرنا مانا والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر فرق دنا بين جواز هنا بيع الشجر ثمر مع الشجر جاذ بلا شرطين مانا ولا يجوز بشرط قطعه فرق بين كتب جائزة والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تاري فيكيج خدي داري بسيني دويدا جي شرط مجبور تجي بسيني شرط قطعي قرابة يا فيكيج ايش ما قرأت جيكي فرقاويتي فرق أب تبعية الثمر هنا للشجر تيكي طبعي داري ادويدا تيكي ايريا داري من ولو قال بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجوز الا بشرط الخط ولا بيع داري تفوجم تاب ديكا وفيكي يجي بدينار كي اگر اواش ها بخطينه و اوجي قبولك ويقابل الله مجيز إلا بشرط قطعي نجايدة إلا كنت بيع براس با جايز با هلا بشرط جيكرنا سمرج داري با شما لأنه فصل فإن تفت التبعية نريك تفصل بك بي سمرة بدينار كي دارجي بدها ايش هم خطينه يبقى بالتبعية السمرة كلها طبعي داري هذه يا راد ما تبعية راد لكن هي شاقتي ذكره الرافعي في باب المساقات في باب المساقات ذا ذكر كيه استشهادا
إلى خوانية وأسقطه من الروضة إمام النووي جهود يقول في مسألة من ذكر نكي نبعث نكي يعني دبر دا كلمة كتير بيج مفردة نملية بروتان وعلي شو في كريت كريني دا لفظ بايل ومشتري لفظ وان تينا عيار كري دير المشكي لغوري وتشي شرعي نمش رأي بلى ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطع فروتانا زراعة الشين دا أرضين قبي فروتان ند حرامة إلا بشرط جلب كالثمري قبل بدوي صلاحي فكي فيكي دبالي كتشير با توا فروتانا وحرامة الزراعات جي زراعات مثلا جنمة جاية وهي الشينة أو اللي فروتانا وحرامة كنا حرام بجي بشرط قطعوي وفي المحرري ده ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعي قلت نقلت قطعي قلت في المحرري القطعي أو القلعي يا يعني بشرط بريني جي كريني يا جي كوكي راكا مثلا في بعض تل عديد أنا سيد في بعض يوالي خويا تشكان ديال التعدد كي هنا في بعض تل مازم هنا نير كازير تيرتينكي وقتها خوارنا وانا اي تيم ديما سمعت بهم في بعض تل وقت خشان مسالا انا بين مسالي بلا زمرا بين تجي باش فراد فلوسي من في اديان التوانجا بشرط قطعي ويا قلعي اللي هي قطع بكم كيف نيركي وانجيكم ويا قلع بكم الشكوكي مبيج السيدة مراد يعني قطع إذا استفيد من الأعلى والقلع إذا استفيد من الأسفل نبرد يعني قلع درية عرضي قطع درية عرضي ده قلع جب تبي كوكيج عرضي راد كاش كوكي وكي بطاطيزا بطاطيزا قبل بني عرضي يعني قلع مالي ويشترط لبيعه الجاد بعد الاشتداد وبيع الثمر بعد بدو صلاحي عطي الشرط كنيج بيعه بيع عبيد فإن بيع علينا فإن بيع معها أصدقى جودة البجم ما تريدين تشيش كي بري بيع تمام سيدة سيدة المصر ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعي كالثمر قبل الدوس وفي المحرية القطعي والقلعي فإن بيع معها هم أجد تبي أرضي بيت فلوطاني أو وحده يا تاني بيت فلوطاني بيع بعد اشتداد الحبي طم إني جنم شديها دا ذا بلا شرطي رسا بيشا أزونا فإن بيع معها بأرضي را يا بالسامري را داري فروت بالسامري را بي سيدة مثلا جانا ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط خطية فإن بيع الثمرة الزرع هاتا فروتاني مع عاد قال أرضي دا أو وحده ياخد ثمرة هاتا فروتان بتاني بعد اشتداد الحبي بتي جانب شديايا وما لاجي بيها شريكي بي جا ذبي لا شرطي بيش أدرس كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بلو صلاح وكي كتر فيكي بفرشي تذي داري ويات فيكي بفرشي دبشتك بدوا صلاة أو يتشبيه شات فروشي دبا أذياني كاجي بشرط دبا بشرط قطع وقلعيش دبا واشترطت لبيعه الجاذي بعد اشتدادي وبيع الثمر بعد بدو صلاحي تشرط اشترطت ظهور المقصود مقصود قال الظهر بعد شما ليكون مرئيا شبك بيد التني فكي كتيني وكي هجي وعنب تري لأنها مما لا كمام له جي هجي تري را قال كيوي كميوي تني
وشعيرين وتجا لظهوري في سبلي قال كتبت جادنري على كيوتنا وتجا تبا أول وما لا يرى حبه ابتنوي نادي كالحنطتي وكي جنم أفندي والعدسي وكي نشكا نشكا أفندي هذيانكا وما لا يرى حبك الحمضة والعدسي أي الشعير سيدا الشعير عندنا نواجه أبون لا سيدا الله الله وبيع السمر بعد بدو صلاح ظهور المقصود ليكون مريا كالتيني وعنب أباك والشعيري لظهوري في سبلي ظهر بس سبلي خبر ظهر وما لا يرى حبه كالحمضة نبا وكذا نايدي نبا سبلا أنا بسبلا جتيني تني عليك شريط تمني أما جنم هيدي تني والعدس في السنبلي لا سحب بيعه دون السنبلي بسنبلي شمالي ستاري سنكي أو سنبلي فاتشي ولا معه تدي سنبل جنابة في الجديد قولي جديدا نقول بسنبل جنابة تدي سنبلي بل شما لأن المقصود مستدر بما ليس من صلاحي مقصود جوي جنمي جوي نسكي بشاري يبوي ما يكون نش صلاحيته أو قابو خسري سنبلاو يعني ما نقرأ فلوشوي سيدا تتبي اوكي ليش تبي قالكي كاري فروشي ها يعني تجنن بسنبلا كاري فروشي سنبلا دي فروتا تمام فهم ناي اكو اتمنى كاتا كويش بيجن مرايه ما كاتا كاي نشكل نشكل رايه يعني شيء داري هيجا من والقديم قول الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله هي قديم الجواز والتولة السنبلة دا يجيب فروشة والنسكي دا حبيه كده باجو جوي دا يجيب فروشة كما لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبلي حتى يبيض أي يشتد پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام من اکی کوتی کمر سنبل گنم بفروشه حتی کو سنبل سپی بیانی کو عشق بیانی وی گاوی فیجوز و جاییده بعد الاشتدادی پشتی کو عشق بود کاری فروشی پکی اپو شافی رضی اللہ عنه گو که نای فروتا و دفردا جوا پیغمبر گوتی تی فروتا که اپو شافی مخالفتا گوتنا پیغمبر بیه ويجابهم جواب بدن بأنه في سنبل الشعير جمعا بين الأدلين دليلين أبي قلتنا في عمر صلى الله عليه وسلم أبي أجي سنبل الجرى قلت له سنبل الجنبرانين يبقى الجد أجي مذهب الشافعي رضي الله عنه تبي سنبل الشكاري بفروشي سنكي أو سريت يعني قالك سريت جد شبه عياري ثانوي بليد بيان ولا بأس بكمام 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 لا يزال إلا عند الأكل زرارتنا بوان كمكي يعني بيقال كي بكمام بكاس الكافي وعاء الطلعي أو تشكو يعني تنات أو حبتي داي وغيري غير طلعي لا بكمام لا يزال أو كمام لا يزال كني إلا عند الأكل حتى مرنقه مريو قال كي سري هلناينة بلى قال كي سري هلناينة وكا قال كي يجيري أزولان قلت قال كي يجيري نا تري قال كي يجيري إبراهيم قال كي حناري بي قال كي مجيري قال كي حناري قال كي زبشي موج زبش بطيخ ولا بطيخ يتلي خالك فيه هون بطيخ تفضل بشيك كما في الرماني اكيد احنا رضا فيسوح بيعه سلطان وي مالي في قشري ييد قالك لا تفوشي كما لان بقاه فيه بقاه وي حناري قالك يريدا من مصلحته مصلحته يتوتر بالجيك قالك جيلاني شو هالتنكي بجيكي دبره
هذين قي كيسكي كو حناري خاربة تمام حبي خاربة تنهي له حب كده دون دادو بني يعني. من. مزاح دي قد كيس إذا أزيد شناعي مني كون دادو. تقولي يا تمام مش هيدا. أنا زيدا ما زالوا كده وساج ما نقول سبحان الله قد خو ما نكار لا قد كيس خلاص كريم. إذا قعد فقدي نحن ما كمل عندي. أبدا. بلاش. وفي روضتي درودا عفوا يريدا اذا عفوا او بقاء او فيه من ضمير بقائي رجعت كل مرة تشريع لسيدة رجعت بقاء سمراء فيه لكمام ادا من مصلحتي لمصلحة سمراء من تقول سيدة فيصح بيعه يعني بيع الشيء بيع الطلع يعني بيع الرمان بيع السمراء الطلعة فقط هيك الرمان مثلا عبارة عبارة شدة من بقاء فيه بقاء أمبيجن مثلا سمري سمري فيه دوي قشري قضاء من مصلحته مصلحته ويا مصلحته سمري يعني بس ضمن ضميره أول مراجع بل أبي بك ما يبكي ما لا يرحب هنا بس وفي قشره قشر الروماني قشر الروماني مثلا وفي روضة روضة بنويدة يسعود بيع طلع النخلي مع قشره في الأصاق فرشتة فروطانة طلح فرما طلح وان يعني أو أبي وان أبي الطر سيدة أبي الطر أبي الطر وان تبي قال كيوان فرشة في الأصاق فرشتة ماني بس سيدة نبس لا بسك نبيا جنب خيني وما لو كمان كما ماني ايكو دكم كيوية دقال كيوية وقا بويسين وقا بويسين وما لو كما ماني مثل عرب دكم كيوية دقال كيوية كالجوزي وكي قوزي قالك اكي سري يكي سدح اوكي واللوذي وكي بعيدي والباقلي تجديد الله باقلة باقلة مقصودا اي الفول فولي فولي اي الفولي فول 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 سينا فولي اذا جوج بعيد دنكي اوكا اي اروبا اي قيسيا او يسا دوري اضانا تباجي وما لو كما كجدي ولا جل باقي الله يباع في قشره الأسفل قال كي بريد أن يفلط ولا يسوء في الأعلى يجود أن يفلطان كما لإستتاري بما ليس من صلاحي كما كي يجبوك أو ما لو كماماني كماماني أو بشر يدوي ما يكون نج قال كي سدد نج صلاحيته يعني قال كي سري نس ان ن من منفعه طويه قال كي تدي منفعه طويله يا بخلافه في الاسلري بخلاف قال كي جيري ها مثلا جوزا بعيبه ولا بري جوز ولا اللي كذا تدشكيني روكي دورو تاع بازا بيسوش كي المال بمينا تبي بخو بخو كام كتر رنجي اخر اما تبي قالك به تبي قالك به بما بصلاجي بمينا او قالك في محافظاتك نايلة تشكي بيه مال لا ويش يبقى دعوة بيه تشكى ربكي مظني بل وفي قولين قولك هي واضحية قلتي يصح إن كان رتبان قلت تربط قالك سيدة يتيف وطان شما لتعلق الصلاح بي من حيث أنه إنه قالك سيدة يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب رطوبة شكر دكتي حافظ وفي الروضة كاسيا يجوز في بيع اللوذي في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسد أبنا يقول جايدة فروتانا قوزي تقال كي سري داد بديك أبي جيري طام سيدة عفوا ام لوز اجا انا بعصا بعصا جروحتك جروحه بني يجوز بيع اللوزي في القش الاعلى قبل انقاذ الاسفلي يعني وقف جروح بن جروح وقت جروح بن
تم قبل الانعقاد الاسفلي ذلك هو ذلك يعيش هو بني عش نبو اي كل عش بدا شو قالوا هنا يا خورندي لانه ما يكون كله تفاعي من هيك تفاعي ها كم تفاعي وكيف اصير تبدو بالتالي قالك او يشطر ونقله في شاعر المهذب عن الاصحاب يجي نقلك يا بني اني راسه شو صار عند فروشه منه ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها بيت قال كي سيد النايف روطاني اذا مبين على منع بيع الغابي يكون نحاضر او يعني نايف روطاني يعني ابي اجي نايدي تنبقى غايبة ام لا بد سبع غائبة تكرم وليس وقيل ليس مبنيا عليه لا مبني سبع غائبة شما لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته أريكو غائب ملك على بكرجي قطع مرمنا وكيكو ملك خاذا نوك أو مرمبا ملك على بكر وهنا لا يمكن ذلك تكاري بكرين قال في الروضة هذا صحو أذي أنصحي أذي يعني كل شيء قروح با تبي قال كيسر إيش قادي بفوز او انا جي قروحي اروغا انا اذي بعيضا انا باش قاية جانا اذي اروجا انا اروجا اذي قا اوكي اما او اروجا بي قالك انا اروجا ما ديلا شو ساتين خورني و ساتين خورني ايه بازاك سبين ولا انجا انجاسن او وانا اوانا بخان اوانا انجاس انجاسا قالتي وان تنك اوانا جي بخانجي تنخور بخانجي ام دبن کو خانگ می دیدم انجاز کیراز رونا قرکه اون بسه سیدا بسه بسه